طرق محفوفة بالمخاطر باتت تتخطف أرواح سالكيها بصمت. هذا هو حال معظم الطرق في وادي حضرموت، خاصة الدولية منها خط العبر المؤدي إلى منفذ الوديعة، وكذا المؤدي إلى محافظة المهرة، إضافة إلى الطرق الواصلة بين المديريات باتت تعاني من الحفر والتشققات بشكل كبير. حوادث السير الدامية تتزايد ضحاياها نتيجة إهمال من الجهات المعنية لصيانة هذه الطرقات بشكل دوري. نعاني من الحفر هذه في الشوارع، الشوارع مليانة بالحفر. الحين لايات الأمطار تحس الحفر تهفي، وكمين واحد تضرر منها وكمين واحد تعور منها، السيارات سياكل كل الشعب تضرروا، وعلى أصحاب الأشغال ما حد حتى يتابع في هذه، المفروض إلا على الحكومة وعلى أصحاب الأشغال هذا اللي يتابعون في هذه القضية، في هذه الحفر وفي هذه. طريق العبر الذي أصبح الطريق الوحيد للوصول للأراضي السعودية بات يفتك بحياة المسافرين، حيث يتزايد عدد الحوادث والضحايا يوما بعد آخر نتيجة تعرضه للتشققات والتآكل بفعل الإهمال وعدم الصيانة الدورية، حيث بات يسلكه الآلاف يوميا. طبعا الحوادث هذه كثيرة في الأيام هذه بسبب الحفر، بسبب تكسر الشوارع، تكسر السيارات، أذية الناس في الحفر هذه. نطالب الجهات المعنية بالتوجه لهذه الأضرار ويشوفوا إيش الحلول لكي يصبح منظر لائق للجميع، بمنظر حضاري نستفيد منه كمواطنين، يعني لو جونا ناس زوار ويشوفوا الطريق الشوارع بالطريقة هذه ما حد راح يجي، صح ولا لا؟ لكن احنا نبغى الجهات المعنية يختصوا بالحاجات هذه، يوجهوا شو اسمه الطرقات بالتصليح، بإنشاء حاجة جميلة جدا كمنظر لواجهة يمنية. وتعاني الطرقات الداخلية والرئيسية في مديريات وادي حضرموت من غياب متطلبات السلامة، حيث تغيب الإنارة الليلية واللوائح التحذيرية في الأماكن الخطيرة، إضافة إلى انتشار الحفر بشكل كبير جداً، تمثل بعضها كارثة محققة في حال المرور بها، حيث تبقى دون صيانة معظم الأوقات.